اهلا وسهلا بيكم، معاكم هدى من شركه اون تو وين للتسويق والاستثمار العقاري. النهارده احنا في زياره ميدانيه للعاصمه الاداريه الجديده، وخاصه في حي المستثمرين قدام مشروع سيتي هول التابع لشركه سيراج. مشروع سيتي هول من اميز اللوكيشن، موجود على المحور المركزي في حي المستثمرين، ومعانا استاذ عبد الحميد من شركه سيراج هيكلمنا اكتر عن تفاصيل المشروع. استاذ عبد الحميد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ تمام. ممكن تشرح لنا اكتر عن يعني مين هي سيراج، بقالها قد ايه في السوق العقاري؟ بصي، احنا شركه سيراج ديفلوبمنت، موجودين في الماركت. الاونر بتاعنا هو مستر طارق سليمان. مستر طارق سليمان يملك مجموعه براندات ذهب والماس، هو اوريدي بقاله اكتر من 50 سنه في الماركت. عنده براندز زي ايه؟ زي جلامور، ريتشي، مارلي، اليجانت، هاوس اوف جلامور، كلها براندز معروفه اوريدي، تمام. وعندنا برضو حاجات في الريل استيت، عندنا ستيلا ووك في الساحل الشمالي، ده ستريب مول موجود في الساحل الشمالي في منطقه سيدي عبد الرحمن، ده اوريدي بتاعنا برضو. وداخلين ماركت الريل استيت، عندنا محفظه اراضي قويه جدا، عندنا ارض في التجمع الخامس، عندنا ارض في العاصمه هنتكلم عليها النهارده، عندنا ارض في الساحل الشمالي في منطقه سيدي عبد الرحمن، وعندنا ارض في الشروق. كل المشاريع اللي هننزل بيها هي اوريدي لو كوميرشال وادمن، فهي هتبقى سيتي هول. سيتي هول مش هيبقى مشروع في منطقه معينه، هو هيبقى كونسبت موجود في مصر كلها. اي حد النهارده هيفكر في اي ديستنيشن هيلاقي الكوميرشال بتاعنا سيتي هول. طب كويس قوي. ممكن تشرح لنا برضو يعني لوكيشن المشروع بالتفصيل، وايه يعني ايه مميزات اللوكيشن؟ احنا نازلين النهارده بسيتي هول نيو كابيتال، ده لسه اوريدي هو مرحله لونش. مكان المشروع فين بالظبط؟ المشروع بتاعنا في منطقه المستثمرين. منطقه المستثمرين دي هي اول طرح في العاصمه للديفلوبر للمطورين، هي منطقه اوريدي ريزيدنشال نازل فيها معظم الديفلوبرز الكبيره. لو عايزين برضو نروح المشروع هنروحه ازاي؟ احنا لو ماشيين في بن زايد الجنوبي هنلاقي الكنيسه كاتدرائيه في وشنا، هنخش يمين عشان نروح منطقه المستثمرين، هنخش محور المركزي اللي بيوديني اوريدي المنطقه، هنلاقي الكومباوند البوسكو بتاع مصر ايطاليا على ايدنا الشمال. احنا نازلين بعديه على طول الكوميرشال ستريب بتاع كومباوند ستيلا بارك. ممكن تكلمنا اكتر عن تقسيمات المشروع؟ احنا شايفين ان هو اكتر من كذا مبنى، وعايزين نعرف برده مين الاستشاري الهندسي. بصي، هو المشروع عموما هو عباره عن ايه؟ هو ستريب مول مكون من 6 مباني منفصلين، تمام، ارضي واربعه. عندي الارضي والاول هيبقوا تجاري، والثاني والثالث والرابع اداري وطبي. عندي الاداري هيبقى في مبنى لوحده، والطب هيبقى في مبنى لوحده، مش هيبقوا الاثنين مع بعض في نفس المبنى. دي حاجه كويسه. كمان انا عندي الاستشاري معايا محمد حافظ، حافظ كونسلتنت، ده اوريدي اللي هو عامل اجوره 1 و2 في التجمع، وعامل ووتر واي 1. وعندي برضو الديزاينر هو المهندس هاني سعد، ده اوريدي عامل جاردن 8، وهو حد من اهم الديزاينر في مصر. احنا شايفين ان في انشاءات في المشروع، وانتوا بتعملوا دلوقتي لونش، وفي انشاءات في المشروع يعني ما بداتوش لونش مثلا، ولسه ما فيش حفر ولا اي حاجه، فممكن توضح لنا النقطه دي؟ بص، خليني اقول لك برضو ان احنا اي لونش بننزل بيه عامه، سواء في العاصمه سواء في التجمع، احنا من دي 1 او من قبل كمان اللونش احنا اوريدي بنبقى بادئين انشاءات. فاحنا مش هننزل باي مشروع هيبقى حته ارض، احنا اي مشروع هننزل بيه هو اوريدي فيه انشاءات. احنا داخلين ماركت ريل استيت نغير فكره شويه، ان اللونش هو اوريدي منطقه اوف بلان. لا، انا نازل بنسبه انشاءات النهارده في التجمع. لما نزلت في التجمع كانت نسبه انشاءات معديه ال 25%، النهارده عندي في العاصمه نسبه انشاءات تعدي ال 50 و60%. انا عندي المشروع ارضي واربعه، عندي الارضي والبيزمنت الباركنج البيزمنت والارضي والاول خلصانين اوريدي دلوقتي. دي حاجه كويسه جدا طبعا، لان الناس بتبقى خايفه يشتروا حاجه ما فيش حتى لسه حفر، فدي حاجه نقطه كويسه جدا ان انتوا بداتوا يعني تعملوا لونش على المشروع وفي انشاءات. بالظبط، ومعظم العملاء عامه النهارده بقت اكتر حاجه بتقلق اي عميل النهارده أكيد. او بتقلقه او بتخوفه قصه الاستلام، ان الديفلوبر هيبني ازاي مع ظروف البلد واللي بيحصل كده. فيها اكتر حاجه بتخوف العميل، فاحنا عايزين نغير الفكر ده. احنا بننزل باي لونش لينا او اول طرح للمشروع هيبقى فيه كونستراكشن، ده في كل المشاريع اللي احنا نازلين بيها. ممكن تكلمنا عن المساحات بتبتدي من قد ايه في المشروع؟ انا عندي المساحات دلوقتي في الدور الارضي التجاري بيبدا من اول 65 متر، تمام. عندي المساحات في الدور الاول تجاري برضو بتبدا من اول 35 و40 متر. عندي المساحات في المكاتب والعيادات بتبدا من اول 35 و40 متر. كويس قوي. طب بالنسبه للاسعار؟ عندي الاسعار في الدور الارضي بتبدا من اول 150,000، دي من اقل اسعار الماركت الموجوده دلوقتي. عندي الاسعار في الدور الثاني والثالث والرابع الاداري والطبي من اول 40,000. طيب البيمنت بلان؟ عندنا احنا نازلين بثلاثه انظمه سداد، عندي 10% على 6 سنين كلهم ايكوال انستولمنتس، اقساط متساويه ما عنديش اي دفعات. عندي 20% على 7 سنين، وعندي 30% مقدم على 8 سنين.
طيب دلوقتي احنا عارفين ان احنا دلوقتي في فترة لونش، عايزين نعرف برضو طريقة الحجز بتكون ازاي. احنا حاليا فعلا في فترة اللونش دلوقتي بناخد اي ايز او شيكات جدية حجز. الشيكات دي طبعا بتبقى مستردة بالكامل. باخد 50,000 شيكات للاداري والطبي و100,000 للتجاري. برضو ايه معنى كلمة الاي ايز دي؟ شيكات مجرد الناس المهتمة عندي بالمشروع وبسعر الاول ده، لان ده السعر بتاع الطرح. هو بيجي اوريدي بيعمل لي بنك ترانسفير تحويل او بيسيب لي شيك ب 50,000 للاداري والطبي و100,000 للتجاري. يعني هو بس بيعمل استماره الحجز عشان يكون ليه الاولويه ان هو يختار الوحده بتاعته. بالظبط لو كده. مش حابب يكمل عادي بياخد الشيك بتاعه تاني ومفيش اي مشكله. طب كويس جدا، شكرا. وبكده نكون انتهينا من شرح مشروع سيتي هول التابع لشركه سراج في العاصمه الاداريه الجديده. لو حابب تعرف اكتر عن المشروع او تحجز بالاسعار الافتتاحيه للمشروع كلمنا على الرقم الظاهر على الشاشه. لو حابب برضو انك تقارن بين المشروع ده وبين اي مشروع تاني في العاصمه الاداريه الجديده سواء سكني او تجاري او اداري او طبي كلمنا على الرقم الظاهر على الشاشه او اتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد.